السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تلاميذ الصف السادس الابتدائي، الدرس الخامس والأخير من ملخص مادة النصف الأول للسنة الدراسية. ابقوا معنا يعني. Hello, hello again, hello everyone. I'm Karam. I'm gonna teach you some English. So let's start. القطعة باسج، من أول الأسئلة اللي راح تجيكم في الامتحان هي القطعة. باسج، القطعة عادة تجي من الكتاب، يعني صحية خارجية بس ما يجيبوها لكم خارجية، تجي من الكتاب وتصير سهلة، هي أسهل سؤال تقريبا، ومو بقد هاي تجي نصف، يعني نقدر نعتبر أول نص هذا هو قطعة، احتمال لو هذا لو هذا يجيكم. فنجي نكمل. Hello, I'm Farah. I live with my family in Baghdad. أعيش في بغداد. My father is a pilot and he flies plane for Iraqi airplane. My mother is a housewife now. أمي هي شنو؟ ربة بيت الآن. But she was a nurse. كانت ممرضة، يعني هسه هي ربة بيت حاليا. I have two younger sisters and big sister. عندي اثنين خوات صغار وأخت كبيرة وحدة. جوا شي يقول Hello, my name is Han. اسمي Han. And I am a Chinese. I live with my mom and dad on our farm. Both are farmers and my grandparents are farmers too. We grow rice and lots of vegetables like the cucumbers my cousin is holding in the photo. مثل الخيار الذي يحمله ابن عمي في الصورة. أول سؤال يجينا شنو هو؟ Han is from China. هسه أنت فرضا ما سامع بالقطعة، تريد تعرف هذا السؤال جوابه yes or no. Han is from China. شلون تعرف؟ تاخذ مثلا تدور على الاسماء، اول شيء تدور على الاسماء، الاسماء ايش بيها تبدي بحروف كبيره، هذا هان، تجي على هان تدور وين اكو بالقطعه هان، هذا اول هان لقيته. هان، my name is Han and I am Chinese. انا صيني. هنا يقول هان is from China. جاي تشوف نفسها China هنا وChina هنا، اكو never؟ لا. اكو not؟ لا. الجمله مثبته، فشنو يصير؟ يس. الجمله اللي وراها فرح is Han's cousin. دور بالقطعة هنا اكو ربط بيناتهم، هذا بالصين هاي ببغداد، شلون اقرباء؟ اذا شنو؟ نو. ثالثة، فرح's mother ام فرح is a housewife، ربة منزل، مو اتفقنا ربة منزل هي كانت صح ممرضة بس هسه شنو؟ ربة منزل. الرابعة تصير there are four children in Farah family. Farah's family. هناك أربع أطفال في عائلة فرح. إحنا إيش قلنا قبل شوية؟ نيجي نحسبهم. نقول two younger sister اثنين و big sister تصير ثلاثة. زين الرابعة منين؟ الرابعة هي فرح نفسها. فشنو يصير؟ yes. فرح mother is a nurse. فرح mother is a nurse. احنا قلنا شنو عليها هنا؟ a housewife، كانت ممرضة بس شنو هسه؟ housewife، ربة منزل. Han's family are farmers. نجي مرة ثانية ندور على هان. هان ندور اكو تشابه، اكو family هنا؟ ماكو. I live with my mom and dad on our farm. Mom and dad. Mom and dad هم نفسهم الفاميلي. Family هم نفسهم mom and dad. ف on our farm. Both are farmers. شوف هاي الكلمة farmers. إذا شنو؟ كلمة بيها نوت بيها نفر؟ لا. فشنو تصير صح؟ وهاي الجواب مالتها. أول وحدة yes، ثاني وحدة no. Yes، yes، no، yes. هذا شنو؟ هذا يصير الجواب. راح أعوف لكم الملف بالوصف، تأخذونه مثل كل درس وتحاولون تحلونها يعني مرة ثانية بدون ما تفهمون على الحل. القطعة الثانية اللي ممكن تجيكم هي هاي. Hello, my name is Wissam. My mom is a nurse and my dad works in office. In office في مكتب. He is an IT programmer. He makes programs about buildings. My sister Diana and I, Diana وأني, go to school by bus. We leave home at 7:30. My dad works 5 days a week, but my mom only works 3 days a week. When she is not working in hospital, she has
تو جوبس شي هاز تو جوبس عندها مهنتين، واحدة ربة منزل واحدة شنو نرس ممرضة. نجي على الأسئلة. أول سؤال Where does Wissam's father work؟ جاي تلاحظون هاي الأسئلة تختلف عن القبلها، ليش؟ هاي الأسئلة بيها أدوات وهي أسئلة تفصيلية تتطلب معلومات. قد يجيكم هاي السؤال بالامتحان، هو بعيد ولكن قد يجيكم، من الأفضل أن تتهيئوا له. Where، where معناها أين، مكانية، تستخدم للسؤال عن المكان، عن المكان. Where does Wissam's father work؟ أين يعمل والد وسام؟ نجي ندور هنا. In office. In office. سؤال اللي وراء. What's Wissam's mother work؟ شنو تعمل والدة وسام؟ قلنا nurse. What does Diana leave home؟ What time does Diana leave home؟ قلنا هذا التوقيت موجود هنا، هذا هذا نفسه تكتبه. أربعة. How many days a week does Wissam's father work؟ خمسة. How many days a week does Wissam's mother work؟ حل هذا راح يصير قدامكم. أول وحدة جوابها he works in IT programmer، يعمل شنو؟ مبرمج. جواب رقم اثنين she is a nurse. جواب رقم ثلاثة we leave home at 70 شنو 7030. 5 days a week أبو إيش قد يشتغل؟ 5 days a week. أمه إيش قد تشتغل؟ 3 days a week. هذا قدامكم الحل، تقدرون تأخذونه بعدين. يجي هسه على شيء مهم وهو خلينا نقول عليها الفراغات، هي من اللي تجي بالامتحان. هاي من قطعة الكمبيوتر، الكمبيوتر 6 جمل، خلينا نقراهن ونختار لو هاي لو هاي. We use، طبعا أنا بالملخص اللي كاتبه والملف مخلي لكم ملون الحل، يعني ملون الحل أزرق والباقي أسود. We use it to access internet، نستخدمه للولوج للإنترنت. من هو كمبيوتر لو سيرج؟ طبعا شنو كمبيوتر؟ هذا الحل كمبيوتر، موجود بالملف محلول. Go online mean find، go online شنو معناه؟ mean find website، website موقع الكتروني. 3 use it to enter، use it to enter keyboard http، شنو نستخدم keyboard. 4 what we call scroll up and down، navigate look click، navigate look click اللي هي شنو هذا الحد navigate. 5 what's finding things online، what is finding things online شنو search بحث، ايجاد الاشياء عبر الانترنت شنو بحث search. هذا الحل. 5 www means شنو معنى www، شنو معناها هاي the web. هذا الحل تقدرون تاخذونه بعدين الحل. English نجي هنا أنا على هذا كذلك، هم فراغات هذا، وهذا سؤال مهم جدا جدا يجي بالامتحان بأهمية الإنشاء. هذا هذا أولا فراغ is a doctor، is a doctor نستخدم she لو we، الis للجمع لو للمفرد، للمفرد ليش؟ لأن الار للجمع. فش يصير الحل؟ يصير she، she. كذلك الحل موجود بالملف كامل كتابة، خاف أحد بكم ينسى ما يركز ويا الدرس، يقدر يأخذ الملف ويلقى الحل. She، she. Two. How old فراغ his cousin؟ شو يصير is، is. My sister is فراغ nurse، ممرضة. وما شو نخلي لها أن لو أ حرف صحيح نخلي لها أ. Four. A waiter works فراغ a big restaurant، وش نخلي لها in، لأن الريستورانت مكان مغلق نستعمله يا إن. 5 she فراغ 3 sisters، 3 sisters has، has لأن مفرد 3 sisters. الحل has. 6 my cousin a boss، شو نخلي drives لأن هذا مضارع بسيط drives a boss،
أس الشخص الثالث. 7 ما يفهم لي فراغ بغداد. lives in بغداد. لو live ليش؟ لأن أس الشخص الثالث نستعمله للمفرد، بس في حالات ماي فاميلي نعاملها معاملة المفرد، نعاملها معاملة المفرد، لأن أنت جاي توصف عائلتك بما أنه هي عائلة وحدة، مو بما أنه هي أفراد. إذا وصفتها بما أنه هي أفراد live، بس إذا وصفتها بما أنه هي عائلة كناية عن الوحدة فتخلي lives، والأفضل والأكثر استخداما هو lives مع أس الشخص الثالث. 8 sister to do فراغ sisters to do you have، عفوا sister do you have، شو نخلي how many لو how much، السيسترز معدود لو غير معدود، الأخوات معدود طبعا، نخلي how many. 9 she works فراغ a big hospital، قلنا للمستشفى شو نخلي المكانات المغلقة in خليها هنا. 10 فراغ do you live where لو وين، انت تعيش بمكان لو زمن مكان فتخلي where. 11 she فراغ a brother شو نخلي has، she has a brother مفرد، she has a brother. 12 I live in Basra is south of Iraq، شو نخلي it ليش it، لأن البصرة شبيهة مو غير عاقل مو بشر فنخلي لها it تعبنا it. 13 a housewife works فراغ home، الهوم شو نخلي ويا at هذا الحل الثاني. 14 my father فراغ is in office works لو work، طبعا نخلي works لأن هذا مضارع بسيط، مضارع بسيط مثل ما اتفقنا الحل تلقونه. نجي على سؤال التوفيق، سؤال التوفيقات او سؤال الربط مثل ما انتم تسمونه. المربع الاول هو يجيكم واحد بس، خلينا اثنين للتجربة. المربع الاول هو هذا، خلنا نقراهن. Where does a builder work? Where does a doctor work? Where does a teacher work? Where does a farmer work? Where does a waiter work? هذا اللي معناه ان هذا الشخص وين يشتغل. هنا بيلدر بناء، هنا دكتور، هنا تيتشر معلم، هنا فارمر فلاح، هنا ويتر، هذول وين يشتغلون. تيجي تربط. He works on a farm في مزرعة. She works in a school مدرسة. He works in a coffee مقهى. He works in a hospital مستشفى. وهاي building site بناء. وهذا راح يصير الحال قدامكم. واحد E، 1 يصير A، 2 D، 3 B، 4 A، 5 C. ليش؟ شلون ربطناها؟ ربطناها عن طريق المعنى. من نشوف builder رأسا نروح على building site. هذا شوفوا building site رأسا ربطت هاي بهاي، هي بهاي الطريقة نربط. 2 where does a doctor work؟ الدكتور وين مكانه ده عادة؟ بالهوسبيتال. فنخلي الدي قدام الاثنين وهكذا بقية الحل. الثاني اللي هو هذا تربط list A list B. What's your dad's job؟ ما هي مهنة والدك؟ هاي شوية أصعب. When I grow up I want to be a doctor. What time does Diana leave home? Where does a farmer work? Who is a nurse؟ أول واحدة يقول ما هي مهنة والدك؟ ماذا أريد عندما أكبر؟ أريد أن أصبح طبيبا. What time does Diana leave home؟ في أي وقت ديانا تترك المنزل؟ بوقت هذا طبعا. Where does a farmer works؟ أين يعمل الفلاح؟ Why is a nurse؟ عفوا who is a nurse؟ من هي الممرضة؟ هنا نجي نربط. He is an engineer. She lives home. عفوا she leaves home at 7:30. He works on a farm. My mom is a nurse to help people when they are ill. مريض. الحال راح يصير هيك. خلينا واحد اي ليش؟ لان my dad's job
هي از ان انجينير، الجوب معناها عمل، والانجينير مهندس، فصارت هاي ويا هاي. الثانيه وين اي جرو اب اي وانت تو بي ا دكتور، ليش اريد اصير دكتور؟ السبب رقم دي تو هيلب بيبل وين ذي ار ال، لمساعده الناس عند مرضهم. هو هذا هدف الدكتور ترى، مو الهدف تصير دكتور على مود الفلوس. الهدف الاساسي من الطب ان تساعد الناس المرضى، بس حاليا انقلبت الموازين. 3. What time does Diana leave home? الجواب بي ليش؟ She leaves home at 7:30. هنا يريد وقت، اكو كلمة time فمعناها يريد وقت، ندور وين اي الاختيارات بها وقت، هو هذا 7:30 ونخلي الاختيار، وهكذا بقية الحل هذا قدامكم وتشوفونه. نجي على حل هاي الفراغات. أول واحد جمع، وثاني واحد ترتيب. مو جمع، جمع على معاكسات على هاي الشغلات. أول وحدة جمع، تلاحظون شون عرفنا جمع؟ هاند وهاند، هاند إيد وحدة، وهاند أيادي، توث سن واحد. شنو جمع توث؟ صير نكتب توث، ما يصير نحط أس. ليش؟ لأن هذا irregular، كلمة غير اعتيادية، جمعها يصير هذا teeth. teeth teeth جمع tooth، هذا جمع غير اعتيادي، مو أبو الأس، يختلف عن أبو الأس. mother صارت mom اختصار. الفاذر شو يصير؟ يصير dad. نجي هنا suspend metal، suspend مصنوع من المتل، هذا الربط بيناتهم يعني. فالتيشيرت منين مصنوع؟ من الكوتن. طبعا هاي الكلمات المفروض انتم حافظيها. 4. long versus short، opposite short، هذا معاكس هذا، من تشوفون اكس يعني معاكس. فمعاكس الهارد شنو؟ soft. فارمر اخذناها دلني بالدروس السابقة، المعاكسات والجمع وغيرها تقدرون ترجعوا لها، حتى هاي الضمائر فارمر وفارم، هنا مكان العمل وهنا صاحب العمل. فالهاوس وايف من يشتغل بيها؟ هاوس، الهاوس وايف تشتغل بالهاوس، يعني ربة المنزل موجودة بالبيت، مثل ما الفلاح موجود بالمزرعة. 6. هي وهمسلف، حولنا ضمير الفاعل إلى ضمير شنو؟ مفعول. شي ضمير نفس، شي فراغ. الشي شو تصير؟ تصير herself، وتقدرون تراجعون بالدروس السابقة شنو تحويل الضمائر، شنو الضمائر اللي موجودة عندنا، واعتقد هن 6 ضمائر. 1. frog knife shoes spoon، عفوا هذا مو ترتيب، هذا استخرج الكلمة الغريبة، استخرج الكلمة الغريبة مو ترتيب. الكلمة الغريبة هنا فورك شوكة، نايف سكين، شوز حذاء، سبون ملعقة. منو الكلمة الغريبة؟ تصير شوز، لأن هي الوحيدة اللي مو أدوات أكل. كيفكم تصير ما تصير كيفكم، بس إحنا عندنا مو أدوات أكل. 2. cousin metal wool leather، cousin هو قريب أو ابن عم، ومتل حديد، وول صوف، وleather جلد. منو الغريب؟ cousin، يعني هو بشر والباقيات مصادر. 3. stomachic water headache cough، وجع معدة، ماء، وجع رأس، سعال، هذا ان كلهن امراض ما عدا الووتر مادة، ووتر ماء، هو هاي الكلمة الغريبة. 4. hard plain thick chair، هذا ان اول ثلاثة هن شنو؟ صفات، بس chair اسم اللي هو كرسي، شنو؟ انطلع على صفحة. نجي هنا أنا burnt click on navigate go online، ذني كلهن مصطلحات انترنت ما عدا هذا burnt، يعني محترق، نطالعه ونأشر عليه ونقول هذا الكلمة الغريبة burnt. 6. office restaurant mother building site، شوفوا التشابه، office restaurant mother building site، هذا معناه بناء، هذا معناه مطعم، وهذا معناه مكتب، وهاي معناها أم، شيء أكيد الأم هي الغريبة، لأن ذني كلهن مهن والأم هي بشر، فتصير شنو؟ تصير الأم هي الكلمة
غريبة. ومثل ما اتفقنا الحل موجود بالملف أسفل بالوصف، تقدرون تأخذونه على شكل ملف كل الأسئلة موجودة فيه. Thanks dear student for listening. Best wishes to all of you and thank you all.